في البداية عندي خبر مو حلو، أتمنى من مو بس أهل الكويت، أهل الخليج كلهم إن يدعون لها. طبعا كلنا كنا نطالع قناة الشاهد، بالذات برنامج كاش مو بلاش، كانت تقدمه الفنانة ميل بلوشي مع بنتها سعاد. سعاد تعرضت قبل يومين إلى حادث أليم عالم، يعني أنا من سمعته ضايقت صراحة، ما في كلمة، يعني أول مرة يعني واحد يحس إنه قدام مصيبة تخلي لسانه يصمت، ما يقدر يتحكى، ما يقدر يعبر. مرات صدق المصيبة تكون أكثر، دائما ترى المصيبة اللي نصمت فيها أكثر تأثيرا من المصيبة اللي نقدر نتكلم ونعبر فيها. طبعا بنت ميل بلوشي، البنية الشابة سعاد، الفنانة أو المذيعة اللي كانت تقدم معاها في كاش مو بلاش، تعرضت لحادث حريق قبل يومين. البنية جايه بالسيارة تاركة المبخر اللي يحطونه بالسيارة على الولاعة، وطبعا قافلة السيارة وماشية. فالبنية ما درت ان هذا المبخر في سبب تسريب بالغاز بالسيارة. هذا لما نقول حق كل العالم لا تترك جهاز في السيارة محطوط في الولاعة وتمشي، شاحن اي شيء ممكن يسبب لك تسريب. انت ايش دراك ترى المبخر هذا شنو، يعني اللي بالسيارة هذا صيني ما ادري تايواني، يعني هذا يعني مو شيء واو. وثاني شيء حتى لو مصنعته أحسن مصانع في العالم، ممكن على حظك الودر يوم شاري خربان ولا في شيء ولا اخترب على حظك، انزين سبب لك مصيبة. طبعا البنية صار تسريب بالسيارة، أول ما يطقت السيارة شبت فيها، والحين ترقد في العناية المركزة في مستشفى البابطين. نتمنى الكل الدعاء لهذه الفتاة صراحة، يعني بنية عمرها 23 سنة، يعني أنا وصلت، يعني أنا صراحة يعني ما قدرت أحاكي أمها، اضطريت حاكيت خالتها الفنانة مرام البارح الساعة 3 الفير. طبعا الحالة وايد مؤلمة عليهم، الله يعينهم، الله إن شاء الله يقدرهم على تحمل هذا المصاب، وإن شاء الله نقول أجر وعافية، الله يشافيها ويشافي كل مريض يا رب. أتمنى الجميع الدعاء لها، بنية عمرها 23 سنة يعني، وحروق من كل يعني كل الدرجات صايرة فيها، الثانية والأولى والثالثة. فنتمنى يعني لا يرد القضاء سوى الدعاء، نتمنى كل أهل الكويت والخليج دعاء لهذه البنية، والله يشافيها يا رب ويردها سالمة حق أهلها. هذا من جانب. في جانب آخر أنا أحب أتكلم عليه، الفنانة الكبيرة طبعا سعاد عبد